وكذلك غنقول لكم واحد الحاجه زوينه بزاف ديال الناس ما تيردوش ليها البال والضايع ما كيبغيهش الله، وغنوريكم كيفاش تزولوا داك الحجر من هاد الحبات التامرين اللي بقاو معاه الداخل بكل سهوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد بأطيب خلق الله، أطيب متتبعين ومتتبعات قناة سحر الطبيعة. هانا اليوم جيت طليت عليكم بالفرحة وبالبهجة وبالطاقة الإيجابية اللي كلكم كتبغيوها، وهذا الشيء لمستو في الموضوع في الفيديو ديال البارح اللي بالمناسبة كنشكركم كلكم من أعماق قلبي على داك التفاعل ديالكم، على داك الكلام الطيب اللي خليتوه ليا، جبرتو بخاطري، الله يجبر بخاطركم، شكرا لكم بزاف بزاف. في الحقيقة حسيت براسي بحال لا سخنتوا ليا كتافي، اللهم لك الحمد لله يحرمني منكم يا أطيب متتبعين ومتتبعات. واخا نشكركم التنعيه ما غاديش نوفيكم الحق ديالكم. بزاف ديال الاخوات قالوا لي هذه ماشي عادتك، انك ولفناك هكا بالحيويه ونشطه وكنحسوا بك مبتهجه، وهذا الشيء اللي ولفناك به. والحمد لله بان اعطاني ربي نعمه من عنده ان اعطاني اطيب خلق الله هما متتبعين اللي ولاو حافظيني وعارفيني انا كيفاش دايره وبغاوني وحبوني على هذا الشيء وعلى البساطه ديالي ولا التواضع ديالي. واخا نبقى نهضر دابا ساعه ولا ساعتين ما غاديش نوفيكم الكلام في حقكم. الهلي خطاكم عليا يا اطيب واجمل واروع متتبعين اللي كنبغيهم وكنحماق عليهم. سمحوا لي لا طولت عليكم، ولكن كان خاصني نرد لكم الجميل وكان خاصني نقول كلمه حق في حقكم ونشكركم على الكميه ديال التعاليق والكميه ديال الكلام اللي ما شاء الله لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم لك الحمد يا ربي. انا فرحانه بزاف 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 بداك الكلام ديالكم، بداك التواصل ديالكم، بداك الانضمام ديالكم. لهلا خطاكم عليا هنا فين كيبانوا الخوت والميمات والاخوات في الاسلام وفي الدين اللي هكا دائما كنضامنوا مع بعضياتنا. الله يقوي خيركم ويجعل داك الكلام في ميزان حسناتكم يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اروع واسهل طريقه للتنقيه ديال الجنجلان، هكذا باش نحمس البنات اللي باقين جاش كيصدعني باش نشجع هكا البنات اللي باقين ما ناضوش يغسلوا الزنجلان بواحد الطريقه سهله سهله مهله، ما غاديش تعذبوا معاه وغادي تهناو ان شاء الله من التنقيه ديالو والعذاب ديال التنقيه ديالو شبه نهائيا. غادي نعطيه لكم ان شاء الله بجوج طرق وعلى الطريقه التقليديه ديال الجداوات ديالنا اللي ما كانش ما اسهل منهم وابسط منهم. كنتمنى يا ربي ما تنساوش بنتكم واختكم واللايكاتكم، ولكم جزيل الشكر والحب والاحترام والتقدير مني، وسمحوا لي مره اخرى الا طولت عليكم بزاف بزاف. ونبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. البنات قبل ما نبدا معكم في هاد جوج طرق بغيت نوجه واحد التحيه لواحد جوج متتبعات الله يخليهم ليا والله يخليكم ليا كاملين البنات، وهي ام اسراء من اكادير وام عمران من زعير. كنقول لهم مرحبا والف الف مرحبا. اول طريقه كنديرها البنات، لان قلت لكم جوج طرق، الطريقه الاولى هو انني كنشد الزنجلان ديالي وكنغربلو. هنا الكميه عندي جوج كيلو وكل واحد كيمشي على حسب الكميه اللي عنده. انا اش كندير؟ اول حاجه كنديرها قبل ما نغسلو، كاين اللي مباشره كيجي كيغسلو، انا لا، انا اش كندير؟ كنغربلو بعدا في واحد الشبكه اللي تكون ما دوزش الحبات التمرين، دوز غير هذاك الكحال وداك الحجر الرقيق وديك الكحاله الرقيقه. علاش البنات؟ لان الا غربلتو غادي يساعدني من غادي ينقص عليا التماره ديال الغسيل، والا غسلتو غادي يهنيني من التماره ديال التنقيه، يعني وحده جرختها. دابا من بعد ان شاء الله ما غادي نغربلوها. هانتوما هانتوما شوفوا لاحظوا معايا، كينزل غير هذاك الساقط وكينزلوا هذوك الحبات الكحل، ها هما والحجر. انا تعمدت ندير لكم في التفصيل البيض باش يبان لكم. هانا غربلتو كامل. هنا ضروري حبيت نوريكم الناس غادي تهناو في الغسيل. دابا كون ما درتوش هذه الطريقه هذه انكم تغربلوه في الاول، هذا الشيء كله كنغيمحنكم في الغسيل وتبقاو تغسلوا مرارا وتكرارا وما كاين لا شيء. وحاجه اخرى البنات بغيت نقولها لكم، هو ان راه ما كنغسلوا البنات انا بلا ملح لا والو، راه كاينين دابا اللي كيغسلوه بالملحه، وباش كيقول لك هذيك الملحه كتحيد الحجر وكتذوب الحجر ولا ما عرفت كتحيد الغبره ولا الله اعلم. انا راه ما كندير لا ملح لا والو، انا دائما كنغسلو على الطريقه التقليديه البلديه ديال الجدات ديالنا اللي كانوا يغسلو يا حسره، كانوا كيغسلو غير في الميدونه ديال الدوم، ما كان لا ملح لا حتى شي حاجه. وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي الغسيل. هنا دابا جيت معكم البنات المرحله ديال الغسيل. اول نصيحه غادي ننصح بها البنات المبتدئات باش ما يغلبكمش الزنجلان في الغسيل، الكميه اللي عندكم قسموها على جوج وعلى ثلاثه، يعني ما تغسلوش في دقه واحده. هذه نصيحه ضروريه. هنا انا تعمدت انني ناخذ بانيو ابيض باش في الاخير غادي نوريكم الحجر وداك التراب وداك الشيء اللي كيبقى لينا هنايا، لان في البانيو الابيض غادي يبان. دابا غادي نعمرو واحد شي شويه ديال الماء، وكذلك غنقول لكم واحد الحاجه زوينه بزاف ديال الناس ما تيردوش ليها البال والضياع ما كيبغيهش الله، غادي نقولها لكم من بعد. هنا غادي نبدا على بركه الله بسم الله، غندير شويه بشويه كيف قلت لكم باش ما يغلبكمش.
بحال هكا. انا دابا غنوريكم في هذه الكميه، ما يمكنش نشدكم في الغسيل هذا كامل، وغادي نفس القضيه اللي غديروها في الاول غديروها في الثاني. هنا على بركه الله اش غندير، غادي نبقى نشد انا هاد الزنجلان وغنبقى نحكو بيديا هكا في الماء هكا، هي باش تزول منه ديك الغبره وداك التراب. بالمناسبه انا هاد الزنجلان البنات ملي تقديته قدامي يعني بدون شك، بالنسبه لي لان كاين بزاف ديال الاخوات كيقولوا راه كيكون فيه داك بزق الفار، انا هذا حلو قدامي يعني الخنشه جديده تحلات قدامي. المهم هنايا قلت لكم غادي نبقى هكا نضغط عليه، ولكن ماشي تنضغط انني نبريسيه بزاف، غير باش كندير له واحد نوعا ما ديال الاحتكاك هكا باش كتزول ديك الغبره بحال هكا. من بعد ما درتو له كامل اش غادي ندير، غادي ناخذ واحد الصفاي اللي يكون عوينه ترقاق بحال هكا. لاحظوا معايا بان هنايا الخاوي الزنجل اللي تيكون خاوي كيطلع الفوق كيهزوا الماء، والحبه اللي كتكون تامره غليظه كتنزل تحت كتبقى في القعر ديال 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 الماء، وكذلك الحجر حيت الحجر ما كيهزوش الماء كيبقى لتحت. وغنوريكم كيفاش تزولوا داك الحجر من هاد الحبات التامرين اللي بقاو معاه لداخل بكل سهوله. راه ساهله البنات الزنجلان، ما يخلعكمش، اكثريه مع البنات المبتدئات ما يخلعكمش نهائيا، راه ساهل غير طبقوا هادشي اللي قلت لكم بالحرف ان شاء الله غيجيكم ساهل. دابا ملي كنزول هاد الفوقاني هذا الخاوي كنعزلو بوحدو، هذا ما كنرميهش البنات، انتوما عارفين انا ما كنرمي حتى حاجه، هذا حتى كنكون مساليه ليه نهائيا شي نهار عندي الوقت وتنجلس وتنغربلو كذلك وكنفضو وكنحتفظ به هكا في شي قريعه. باش هكا كنخلي هذا غير لذاك التزيين بحال شكل ملي كنديرو كريصات كنديرو منه فوق ولا كنزين به شي حاجه بحال هكا. هكا بهاد جوج طرق اللي عطيتكم غادي نقص عليكم بزاف البنات. من بعد ان شاء الله من بعد ما غتشمشوه وداك الشيء غادي يجيكم ساهل في التنقيه ديالو. هنا فين نقول لكم النصيحه اللي ما نبغيهاش ديال الضايع، هو انني دائما غادي نعرض واحد البانيو هنا باش نجمع فيه الماء، ما نخليهش يضيع هكا نبقى نكب مباشره في الحوض، نجمعو هكا نرميه في الغرس ولا نرميه في الجرده برا. غادي ناخذ واحد الشبكه بحال هكذا، واش غندير غادي نبقى البانيو عندي هكا فيه الماء غادي نبقى نكب هكا في هاد الشبيكه بحال هكا، وملي يحبس ليا الماء يسالي ليا الماء نحبس يعني ما نكملش كامل. علاش؟ لان هذاك التراب والحجر كيبقى دائما حاتل لتحت، ونرجع كذلك والختام نعمر عليه الماء. هذه هي الطريقه السهله والناجحه اللي غادي تزول لكم الحجر من وسط الزنجلان، ونعاود ننزل وملي يحبس ليا الماء نحبس هنا. بغيت نقول نصيحه للبنات المبتدئات اللي يديهم ثقالات، اياكم تخليو الزنجلان في الماء بحال هكا تقولوا نخليهم رقد شي شويه راه غادي يتنفخ غادي يخسر، اولا مثلا ملي نغسلوه ونساليوه وتخليوه يتسقطر باش نبغيو مباشره من بعد نشروه تقولوا نخليوه مثلا بيت يتسقطر في الشبكه. كونوا على يقين في الصباح ملي غتنوضوا غتلقاو الحبات التحتانيه اللي لتحت في الشبكه بداو تينبتوا، هو راه ما كيتسناش صافي كيتغسليه كيتنشريه. انا ما بغيتش نحبس معكم، ما بغيتش نقطع معكم الفيديو باش ان البنات الصغارات يفهموني مزيان. بحال هكا نكب شويه صافي، ملي يجي ليا الزنجلان نحبس ما نكبش بالزربه، الا كبيت بالزربه غيهبط ليا حتى الحجر. ها انتم لاحظوا معايا البنات، شوف شو شنو بقى، شفتوا هاد الكحال وشفتوا الحجر، ها هو دابا هذا. واخا يبقى هادشي شويه ماشي مشكل، اللي تيبقى فيه الحجر ماشي مشكل، شويه ما دات ما جابت نحيدوها صافي كذا. ومثال غادي نعاود ليه الغسله الثانيه وبنفس الامر نفس الشيء، معمر عليه الماء ونبقى نكب هنا في الغربال شويه، وملي يوصل الاخر نبقى نهبط بشويه بشويه بحال هكا. وها انتم دابا فهمتوني التجربه اللي درت لكم الاولى، شوفوا دابا تبارك الله هذا الماء اللي كله كان غيضيع في الحوض غيمشي، انا غنمشي دابا نكبو في الغازو راه غير الزنجلان ما غيدير له حتى حاجه اصلا دابا نقبوه الدجاج صافي انا كبيته وراه الدجاج كيرعى فيه والغازو تسقى حتى حاجه ما تضيع.
البنات انا دابا عطيتكم الطرق بجوج كما قلت لكم بلا ملحه لا حتى شي حاجه، ساهلين غير هو الله يرضي عليكم. ديروا شي بانيو شدوا فيه الماء، ديروه في المحيقات اللي عندكم. هذا ما كان البنات. دابا ان شاء الله انا غادي نحبس معكم وغنكمل البقيه ديال هذا نغسله كامل، وان شاء الله نرجع باش نوريكم الطريقه فين كنشرو ونخرج لكم شويه الخضوريه. وهنا خرجت هنا البنات، فرشت واحد الطب المنديل هكا نقي بيض فوق الطابله. ها هو الكميه كلها ديال الزنجلان عندي درتها في الغربال وراه تساقط راه البنات بسم الله على بركه الله. وغادي نحطها هنايا، راه دغيا البنات كيبس وعندك والبنات كنرجعو تناكد تخليه وتقولوا يبات في الغربال الليل كامل، راه غادي ينبت وغادي تخرجوا عليه. وهنايا تبارك الله غادي نسرح هاد الخرد سيدي ربي بحال هكا. ومنسيت ما قلت لكمش البنات هاد الزنجلان راه بلدي، الا غتشريو شريو البلدي خير من الرومي بحال هكا. وشوفوا دابا راه غادي تهناو البنات، شنقول لكم بحال دابا غتهناو 95% من الحجر من الكحاله. شوفوا تبارك الله صفا هانتوما شكي ولا معشمش هانتوما من الحجر، تهنيتو من الكحاله، تهنيتو من الغبره اللي فيه التراب. اذا دابا شبقى غير غدوزو عليه تدويزه خفيفه ملي ينشف البنات وتجمعوه وتبغيو تنقيوه عاوتاني غربلوه بحال الشكل اللي درنا في الاول، غربلوه باش الا كان شي حاجه تنزل كاع اللي زال علينا نقص كان احسن. وصافي وبهكا راه غادي من بعد غادي تبقاو دوزو عليه غير تدويزه خفيفه بحال هكا بالنقيه. راه قلت لكم نقص بزاف. هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، وهذه الطريقه اللي شاركت معكم ديال الغسيل ديال الزنجلان ولا اسهل. كنتمنى يا ربي فيديو اليوم يعجبكم، واذا عجبكم ما تنساوش خصكم بنتكم اللايكاتكم، جزاكم الله كل خير. وكونوا هانيين البنات، اي حاجه درتها في المطبخ ديالي غادي نشاركها معكم. هذا تبارك الله غادي نشارك معكم السفوف بكل شيء ليه، بجميع الاسرار، بجميع كل شيء، باش تبارك الله هكا كاع اللي ما كانش كتعرف لي غادي تزعم وتنوض ديرو، وراه ناجح كل عام كنديروها البنات. واللي درتها هانتوما معايا، غير شجعوني بلايكاتكم البنات وبالدعم ديالكم والهلي خطيكم عليا على داك الكلام الطيب اللي كتخليو ليا. لهنا الفيديو ديالنا غادي سالي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم بامن الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى واقتراحات اخرى، ومع الف سلامه.